بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، هذه الفئة ما عندهاش صوت، بمجرد ما كيفكروا ينتميوا نقابيا كيتطردوا. بغيتوا حالات شركات الحراسة اللي كتشتغل في جميع المدارس ديال مدينة فاس مثلا، الأجر 1300-1500 درهم، كيشتغلوا 12 ساعة من 7 الصباح ل 7 العشية، عاملات النظافة 700 درهم كيتخلصوا، ما عندهمش ديكلاراسيون في لا سي ان سيس، ما عندهمش العطلة، ما عند كيتخلصوا بثلاث شهور وبأربع شهور وبلي زونفلوب كيدوروا عليهم، ما عندهمش عقود عمل. السيد الوزير اليوم خدام غداه الزلمة، ها هي حالات السيد الوزير. هاد الفئات بمجرد ما كتفكر تنتمي نقابيا او تربط علاقه مع شي هيئه اللي يمكن تدافع عليها، مصيرهم هو الطرد. بالاضافه انا كما قلت لك ما كاينش عقود عمل. ثانيا خص الدوله تفكر في المشكل ديال التناوب ديال واحد العدد ديال الشركات. اليوم كاينه شركه وغدا كتمشي شركه، شنو مصير هاد العمال هادو مع العلم انهم كيتفوتوا مع عقود العمل؟ شكرا. شكرا سي النائب المحترم.